أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أن مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المكلفة بتحديد المتهمين بارتكاب فظاعات في سوريا ستبدأ عملها قريبا، مشيرا إلى أنها تعد المرحلة الأولى لملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب قضائية. وقال المفوض الأممي إن قاضيا أو محاميا دوليا رفيع المستوى سيعين قريبا لرئاسة هذه المجموعة بعد تأمين تمويل. من جهته أدان النظام السوري تشكيل مجموعة العمل هذه واصفا إياها بأنها تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية السورية.